بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وعلى أوليائك العارفين، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، والتواصل معكم مستمر من خلال قناتكم قناة سامراء الفضائية، ومن خلال برنامجكم برنامج الرؤى والحياة. نتواصل معكم على مدار أيام الأسبوع من خلال رسائل SMS التي ترسلونها إلى القناة، ونتواصل معكم من خلال هذه الساعة في بثها الحي من خلال اتصالكم على الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة. مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة الكرام. في هذه الدقائق الأولى من الحلقة حتى يحين وقت استقبال اتصالاتكم، وددت أن أتكلم عن مفردة من مفردات التفسير، وهي ما يدل على حب الإنسان للآخر أو على اهتمامه به، وخصوصا مجال الحب في الله الذي قال الله عز وجل عنه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهنالك أحاديث كثيرة في هذا المجال، في فضل الحب في الله وفي حقوق الأخوة وغيرها. من ضمن هذه المفردات مثلا هي مفردة أن الإنسان قد يرى في الرؤيا أنه يسلم على إنسان آخر، أو أنه يصافح إنسانا آخر، أو أنه يعني يقبله أو يعانقه أو ما إلى ذلك من يعني مفردات السلام والمصافحة التي تدل على نشر السلام والمحبة والوئام بين الناس. الله عز وجل حين خلق آدم عليه السلام قال له: اذهب إلى ذلك الملأ من الملائكة فسلم عليهم، فإذا ردوا عليك فتلك هي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فجاء آدم عليه السلام فسلم على الملائكة وقال: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، يعني زادوا ورحمة الله. فإذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي تحيتنا نحن المسلمين، نسلم بها على بعضنا البعض، وكذلك الملائكة يسلمون بها على أهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله عز وجل هو ربنا السلام، اسم من أسمائه الحسنى، الملك القدوس السلام. فإذا رأيت في الرؤيا أنك تسلم على إنسان، يعني تلقي عليه التحية، فالسلام غير المصافحة، السلام هو التحية التي تتلفظ بها. فإذا سلمت على إنسان أو سلم عليك في الرؤيا فإنه يدل على السلام بينكما، لأنك حين تلقي على إنسان السلام وتقول له السلام عليك فإنك تعقد بينك وبينه سلما، وتعقد بينك وبينه معاهدة على أنك مسالم معه في علاقتك معه وفي تواصلك معه، وهو يكون مسالما أيضا لك حين يرد عليك السلام. لأن الله عز وجل قال: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فإذا إذا سلمت ورد السلام في الرؤيا فهو يدل على السلام بينكما وعلى المحبة والوئام. إذا صافحت أيضا المصافحة تدل على المبالغة في ذلك، يعني تدل على المبالغة في وجود السلام في الرؤيا بينك وبين هذا الإنسان، وعلى المبالغة في وجود المحبة والاهتمام والوئام بينك وبين من سلمت عليه ومن صافحته. أيضا أيها الأحباب الكرام، المصافحة في الرؤيا لا تدل على السلام والمحبة والوئام فحسب، بل إنها تدل على مغفرة الذنوب بينك وبين من سلمت عليه، يعني مغفرة الذنوب في حقك ومغفرة الذنوب في حق من سلمت عليه أو سلم عليك، صافحته وصافحك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المصافحة قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما أو تساقطت خطاياهما كما يتساقط الورق من الشجر. يعني مثل ما نأخذ غصن شجرة يعني في وقت الخريف على اعتبار أن الأوراق على وشك التساقط، ثم نحرك هذه الشجرة أو هذا الغصن تتساقط الأوراق على سبيل السرعة، كذلك ذنوب المسلمين أو من يصافح أخاه أو من يصافح مسلما أو المسلمة حين تصافح مسلمة أخرى
تتساقط هذه الذنوب. فرؤية المصافحة في الرؤيا تدل على السلام والمحبة والوئام من ناحية، وتدل من ناحية أخرى على مغفرة ذنوب من سلم ومن رد السلام، ومغفرة ذنوب من صافح ومن أجاب على هذه المصافحة، فهي في حق الأول والثاني هي مغفرة لذنوبهما إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الأحباب الكرام، فيما يخص يعني الحب في الله والتواصل بين المسلمين في الرؤيا ودلالات ذلك، إذا رأيت في الرؤيا من تهدي له هدية أو يهدي لك هدية، يعني إذا أهديت لإنسان في الرؤيا يعني ثياب أو أهديت له مال أو أهديت له طعام أو أي شيء آخر أو أهدي لك هذا الشيء، فهذا يدل على ديمومة المحبة والوئام والسلام بينك وبين من أهديت له أو أهدى لك. وفيها دليل أيضا على المحبة في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، وهي في حق غير المتحابين في الله يعني كالمسلمين أو المسلمات أو المؤمنين أو المؤمنات، مثلا الزوج إذا أهدى لزوجته أو الزوجة إذا أهدت لزوجها، الابن أو البنت إذا أهدى لوالديه أو الوالدين إذا أهدوا لولديهما في الرؤيا، فهذه الهدية أيضا إن شاء الله هي دليل على حب الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، أو حب الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم، حب الزوج لزوجته أو حب الزوجة لزوجها، لأن الهدية هي برهان واضح ودليل قاطع على المحبة القلبية المتبادلة بين من أهدى وبين من أهدي إليه، والله تعالى أعلم. أيضا من ضمن الدلالات في الرؤيا في مجال التفسير والتعبير، يعني أنك قد ترى في الرؤيا أنك تفشي السلام على مجموعة من الناس، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإذا رأيت أنك في الرؤيا تفشي السلام فهي بشارة خير لك، لأنك في الواقع ممن يكثرون من السلام ويسلمون على من يعرفون ولا يعرفون، وعلى القليل والكثير والغني والفقير والرجل والمرأة والأطفال الصغار، فأنت حين تسلم على كل هؤلاء إن شاء الله هذه بشارة خير لك، أنها سبب تكون من أسباب دخولك الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، معنا اتصال أول. الأخت عائشة من بغداد تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالأخت عائشة تفضلي. شيخ عندي حلم البارحة، والدي حلم الظهر. نعم. حلم أنه هو جاي يخطب مرة وكانوا أمامي ويا بباركولة وقاعدين على أكل جاي أكلون. نعم. هاي الحلم لوالدي. نعم. وأنا عندي رؤية إلي حلمت مرت خالة اسمها هنا وبيتها اسمها نبراس. ما خالي الصغيرة طاتني قطعة مال قماش سماعي. زوجة خالك يا أخت عائشة، بنتها شنو اسمها؟ اسمها نبراس بنتها. نضال. نبراس. ها نبراس، والأخرى شو اسمها؟ ومرت خالك اسمها هنا. نعم. إيش اسمها؟ حلمت هي نبراس بخالي جابت له قطعة مال قماش طاتني إياها هدية وبيها هيك والد مفرجة. وقالت لي هاي إليك. نعم. وأمها هنا أعطتني 25,000. نعم. إيه، وأبوي قال لي حيصيها سويها بالمهر مالتك القماش السماعي. سمى القماش كلش حلو كان. أبوش قال لك شنو خليها بشنو؟ سويها بالمهر مالتك. نعم. وش بسأل يعني الرؤية مال والدي اللي بتفسر لها لأنها قاعدة أعرف شنو تفسيرها هيك. ما شاء الله. عفوا، بالنسبة للوالد، والدتك على قيد الحياة؟ والدي هو والدي شاف الحلم. والدي ماشي بس أسألش على أمك. أقول أمك يعني على قيد الحياة؟ إيه. والدك ما عنده مشروع زواج أصلاً؟ لا ما عنده. نعم. ماشي الحال. المرأة عفواً يا أخت عائشة، المرأة اللي خطبها أبوك بالرؤية تعرفينها؟ لا ما نعرفها، غريبة ما تعرفوها. زين، الوالد شنو يشتغل؟ وصل عسكري. عسكري؟ نعم. ماشي الحال، تسمعين الإجابة. بالنسبة للرؤية الثانية أخت عائشة، يعني قلتي أكو يعني حضرتك متزوجة؟ أخت عائشة متزوجة؟ لا
لا بنية بنية ما متزوجة. غير متزوجة. نعم ماشي الحال، تسمعين الإجابة إن شاء الله. بلكي تزوجين أنت وأبوك مرة واحدة إن شاء الله. إن شاء الله. حياكم الله. نعم معنا اتصال الأخت أم عبد الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. شلونك دكتور؟ حياكم الله، الحمد لله رب العالمين. تفضلي أم عبد الله. عندي حلم قبل 3 أيام 4 أيام حلمت. نعم. ثلاثة يعني قمر، من هو القمر يطلع بالسماء؟ نعم. ثلاثة. نعم. بس بجهة الغرب، ومن حده سطح القمر يعني كوم النجم. يعني النجم حول القمر؟ إيه لا مو حول القمر، بسدة. قريب من يمه. نعم. اي قريب من يمه. نعم. وفجيت امشي وحماية اسمها محمد شال لي تفاحة وانطاني. نعم. واخذتها ومشيت مسافة ولقيت شجرة مع التكة. نعم. وقرت عليها وقمت اجمع بدية واكل. نعم. اي. نعم. ماشي اخت ام عبد الله ان شاء الله. تسمعين الإجابة. حياكم الله، مرحبا بكم إن شاء الله. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. عفوا اسمك ملاذ؟ اسمي ملاذ. ملاك. نعم تفضلي حياك الله. تذكر عني عند وقتي يعني ما تعرف تقرأ قرآن، بس حاضر يعني كم صورة يعني دائما إذن الصفحات القرآن تقرأ بيني، وهي حاليا يعني بطلت تصلي وتقرا قران. هي عفوا يعني ما تقدر تقرا قران، بس حاضر اني صورتي يعني يصير هذا الشيء يعني. والدتك يعني كانت تصلي بس مو حافظه شيء من القران؟ لا ما تعرف يعني ما تعرف تقرا قران، يعني حافظه كم صوره من القران يعني. نعم. دائما تقرا لان الصوره تعيدين. تعيد النفس. نعم. يعني يصير يعني يصير. نعم يصير أخت ملاك، أنا إن شاء الله أجاوبك هسه بالتفصيل إن شاء الله يصير. نعم شكرا جزيلا. حياكم الله، حياكم الله، مرحبا. نعم معنا اتصال. معنا من صلاح الدين؟ الأخت أفراح من صلاح الدين تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. تفضلي أخت أفراح. شيخنا نازحين وحلمت أبويا رجعنا لبيوتنا وذبح الذبايح ثمانية. نعم ذبح ثمان ذبايح. اي ثمان ذبايح باب حوشنا مالتنا. وبعدكم انتم نازحين ما رجعتوا؟ اي والله بعدنا. ماشي الله ييسر اموركم، ان شاء الله رؤيه طيبه وتسمعين الاجابه يا اخت افراح. يا اهلا وسهلا. مرحبا حياكم الله، مرحبا. نعم معنا الاخت نور من الانبار. الو الاخت نور. كان قطع الاتصال. نعم معنا اتصال. نعم أيها الأخوة الكرام، فقلنا أن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحب في الله منها ما يدل على السلام، كالحديث التي تدعو إلى السلام أو تدعو إلى المصافحة، أشرنا إلى بعضها. أيضا يعني قد يرى الإنسان ما يدل على يعني موجبات محبة الله عز وجل أو موجبات دخول الجنة، فإذا رأى الإنسان مثلا في الرؤيا ما يدل على محبته للآخرين وعلى وئامه وانسجامه مع الآخرين كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فمن رأى في الرؤيا أنه يفشي السلام أي يعني ينشر السلام ويكثر من السلام على من يعرف ومن لا يعرف، فهذا الإفشاء للسلام هو بشارة في أنه من أهل الإيمان إن شاء الله، وأنه من أهل الحب في الله، وكذلك من موجبات دخول الجنة، والله أعلم. نعم معنا اتصال. معنا الأخت أم نور. ألو تفضلي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. شلون الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، حياكم الله. تفضلي يا أم نور. شيخ حلمت قبل أسبوع حيث دقت عليك كان ما حصلت من الزخم والاتصالات. نعم حياكم الله. حلمت بالحلم اكو واحد اسمه مهدي بالحلم يقول لي دير بالك من الحاش مالكم، الحاش مالكم كله عقار السوس. نعم. يعني بالحلم يقول لي، قلت له انا ما اشوفهن يعني هيك اقول له شلون ما اشوفهن، يقول لي باع عليهن دني عقار السوس، انت ما تشوفينهن بس انا اشوفهن. نعم.
هذا حلم يعني قبل اسبوع بس، والبارحة عندي حماية متوفي انقتل يعني كتل. نعم. اي حلمت بيه البارحة بالحلم، يقول لي مو يمكن سمعت ان المرة اتصلت بك سرقت لنا السيارة احنا من الضلوعية بالبيت. نعم. اي فحلمت بيه بالحلم يقول لي اني نفسهم الكتلوني اني وحرقوا سيارتي، هم نفسهم حرقوكم. نعم. ولابس يعني لابس هيك شال سلاح ومسلح وطلع هيك يعني يريد يروح يعني عليهم دول نفسهم الكتلوي هيك يعني بيسحل بيه انا مشلبه بيه ويسحل بيه يريد يعني يقول انا راح اروح هسه اقتلهم والا احرقهم، انا ميت ولا طيب انا احرقهم. سبحان الله. شكرا شيخ. عفوا يا اخت ام نور الله يحفظك، قلت الشخص اسمه مهدي بالرؤيه. اي الرؤيه الاولى مهدي يقول لي دير بالك من الحوش مالكم، انت شلون طبين وطلعين والحوش كله عقارب يعني عقارب سود، قلت له انا ما شفت بيه، يقول لي لا اكو عقارب سود بالحوش. زين هذا الشخص اللي شفتيه بالرؤيه تعرفوه بالواقع مهدي؟ لا لا ما اعرفه، حت وجهه ما يبين بس هيك يعني لابس ابيض، حت وجهه ما شفته يعني ما اعرفه. يعني انتم اخت ام نور الله يحفظك يعني راجعتوا على احد يعني مثلا مختص من ذولا جماعه يعني طشاش تلفال او كذا او غيرهم يعني بهاي الفتره؟ لا لا بس احنا عندنا غيبه شلون نقول احنا يعني من نفس ما رب شيء اروح على ساده اروح على هاي هيك. عندكم هيش عقيده؟ نعم. ماشي حتى تسمعين الاجابه ان شاء الله. نعم. حياك الله اختي ام نور. نعم. معنا الاخت ام ياسين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. مرحبا، شلونك شيخ؟ حياكم الله ام ياسين، الحمد لله رب العالمين، تفضلوا. عندي سؤال أنا إذا أسألك يعني عليه. نعم تفضلي. شيخ عندي بنتي بالرؤية تشوف أحلام مزعجة دائما. نعم. تقول صعدت على السطح وصعد وراي رجال وشاني وذبني بالقاع. نعم. فصبحت الدنيا يعني تمشي من ظهرها ما تقدر. نعم. أي. وبعدين ردتهم يعني شوف النوب يعني هاي دائما تتكرر، تقول يعني جاني بقر تقول طاير ويا الهواء من سطح جيراننا ويا مرهن يعني تقول نزل على السطح مالنا ما ادري يعني شنو بقر؟ اي بقره. نعم. ما اذاها بالرؤيه؟ ما اذاها البقر بالرؤيه؟ والله تقول انهزمت، تقول شيت وراي من السطح عدى راجل انهزمت خلصت. نعم. ماشي الحال، تسمعين الاجابه يا ام ياسين ان شاء الله. مرحبا. معنا الاخت ام محمد بنيه من بغداد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. شيخ قبل فتره رايت بالرؤيه. نعم. شفت مجموعه نساء يمشن. نعم. قال ان احنا مسوين شلون جمعيه تعليميه، شو حابه شنو تتعلمين؟ قلت لهم انا اريد نحو الاميه. نعم. فالمراه كيفت بيها؟ قالت لي ايه، فواحده من النساء كلهم لابسات اسود كانت تقول لي لا انت ما قبلت ما اريدك ويانا. نعم. يعني ما قبلتني بهاي الجمعيه. فتركتني دا امشي، اكو مجلس مال نساء قاعدات. فقعدت وياهن قدمت لي شاي، اجت نفس المراه رفضتني كبت الشاي من قدامي. نعم. قلت لها ليش تكبين الشاي؟ كانت تقول لي لا كل شيء يطوش تقبلين به. نعم. وهي كلها لابسه اسود، كانت تعوفني وتروح. قالت ايش لا كل شيء شنو عفوا؟ قالت له مو كل شيء يطوش تقبلين به. نعم. اخذت الشاي من قدامي وكبته. نعم. وبهذا الليله راح رأيت بالرؤيه، عندي اخويا بالرؤيه يريد يتزوج. متكلف بزواجته كان خالي الله يرحمه متوفي خالي. نعم. بالرؤية هو اللي يعني تكفل بزواجه وراد يزوجه، فكانت امي راضيه يعني ما تقبل، تقول تكاليف الزواج غاليه علي، يقولها ما عليك انا اتكفل يعني تكاليف الزواج. نعم. الزواج يعني سوى العرس يعني على جبل، جبل كلش مرتفع، قاعه هي على جبل. نعم. امي اجت علينا كلنا جابت لنا جناب. فقالت اخذ لبسن هاي الجناط ولبسن ملابس طويله، لا تلبسن فتشي قصير، يعني حتى ايديك لا تطلعنها، طلبت من عندنا. نعم. وهاي هي، شكرا شيخ. عفوا، يعني انتم البنات اللي امك بالرؤيه جابت لكم جناط، كلكم ما متزوجين؟ لا انا متزوجه بس خواتي لا ما متزوجات. نعم، والدك على قيد الحياه لو متوفيه؟ لا على قيد الحياه. الله يطول عمرها ان شاء الله، ماشي. تسمعين الاجابه ان شاء الله، حياك الله يا اخت محمد، نعم. معنا الأخت نور من واسط، تفضلي.
أخت نور تفضلي. نعم أخت نور تفضلي من واسط. يمكن قطع الاتصال. نعم نعم أيها الأخوة الكرام معنا اتصال عفوا. نعم ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام في الرؤيا يدل على الحب في الله، يدل على الإيمان، وهو مبشر من مبشرات دخول الجنة والله تعالى أعلم، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الأمور التي تدل على الحب في الله في الرؤيا، على أن هذا الإنسان الذي تراه في الرؤيا يكن لك محبة ومشاعر إيجابية طيبة، يعني قضية التقبيل والمعانقة، وهذا ما يحصل مثلا بين المسلم وأخيه أو المسلمة وأختها يعني بعد سفر أو بعد غياب طويل، فهو أيضا يدل على الحب في الله. معنا اتصال. معنا الأخت أم محمد من صلاح الدين. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. تفضل يا أم محمد. نعم شفت رؤيا شيخ. نعم. إنه عندي صديقة اسمها دنيا قديمة يعني صديقتي هي. نعم. شفتها بالرؤيا يعني ليلة البارحة، يعني نحلانة وتعبانة ولابسة أسود وتقول لها بنتها. فسألت إتري ليش هيك؟ قالت والله أمي توفت وزوجي بيتزوج عليه وضعيتي حيل تعبانة. فقلت لها نامي هسه فرت لي جسمي سوالف ليش تصحيني؟ فيعني فكانت وضعيتها حيل يعني مهزلة ما تعجبني. نعم. دائما يعني أحلم بها يعني مو حلوة، دائما تعبانة ومقهورة وتبكي. نعم. ما أدري عاد الرؤية هاي تخصني أو تخصها ما أعرف، اسمها دنيا. زين عفوا اخت محمد، هي الاخت دنيا يعني انت متواصله معاها تشوفيها او تشوفيش تخابرينها؟ لا والله قبل فتره شفتها يعني حالها زين، هي يعني ما شاء الله وضعيتها زينه. نعم. قبل فتره بس مو دائما على اتصال. زين التزامها الديني شلونه؟ والله ما اعرف عنها شيء يا اخت. ما عندكم عندهم مشاكل يعني ديون او مشاكل او خلافات او كذا ما عندهم؟ لا لا ما عندهم. ماشي حال، تسمعين الاجابه ام محمد ان شاء الله. معنا الأخت أم نور من الأنبار، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شيخنا بالرؤية أمي شافت قاعد تمشي في طريق. نعم. وهذا الطريق هي والطلاب قاعد يمشوه. نعم. فشافت ثلاث رديات بالطريق. شنو شافت عفوا؟ ثلاث رديات. ركي ركي. آه ثلاث رديات. نعم. نعم. فقالت أخذ بني اثنين الحلوات. وأخلي هاي وحدة كبيرة حلوة أعطيها للطلاب يأكلوها. نعم. فشالت الردية مالت الطلاب، لقيت جواها كوما ردي بس الردي صغار مو كبار. نعم. فقالت للطلاب هذا الردي أكلوها، ولا لا حد ينزل على الشارع، ترى ينزل على الشارع يندعم ويموت، امشوا على الرصيف. نعم. فراحت شافت لقيت اكو بيت وبالممر ماله اكو مغسلة. فقالت خلي أغسل ويعني حتى أصلي. فلقيت البيت استحت، فاتت على غرفة فلابسة تنورة عريضة حيل ولابسة وياها قميص علم عراقي. فقالت الحمد لله طلعت التنورة علم عراقي والقميص علم عراقي وانتهت الرؤية. يعني هي الوالدة لبستهن؟ هو الوالدة شافت نفسها يعني لابسة تنورة عريضة علم عراقي. نعم. لا سويا قميص نفس التنورهم على العراقي بس عريض. نعم. وشيخنا والرؤية الثانية الوالدة عفوا يعني يا أخت نور، لحظة أخت نور، الوالدة نعم. شنو عملها؟ نعم ربت بيت لو موظفة لو شنو؟ لا معلمة. معلمة؟ نعم. عندها حس وطني وين كان بالعراق يعني الحس الوطني صار مريض من ورد لها. ايوه يعني هي حالي يعني تحب يعني قصدي تهتم بالقضايا الوطنية، تحب وطنها، هو كل إنسان يحب يعني، بس أكو واحد الأمر ظاهر عليه بالتصرف بالسلوك بالتواصل. نعم شيخ. نعم نعم شيخ. هي يعني حالي تحب الوطن الضبط يعني بالتهجد، تهجد تدعي الله يحمي من العراق يعني يديم عليه الأمن والأمان. الحمد لله. التزامها الديني جيد؟ حال زين، هي حال متدينة الحمد لله، خير إن شاء الله يحفظها. نعم الحمد لله. الرؤية الثانية تفضل. شيخنا بالرؤية الثانية شفت يعني أنا قاعدة بعزيمة حيل كبيرة هاي العزيمة. نعم. رحنا فالأم شافت يعني أخوها هي متخاصمة وياه
فشافته هو جاء عليها، بس هو مريض يعني مو يعني مو مثل هاي الشكوله. اخوها عفوا لو ابنها شافت اخوها متخاصمه وياه، نعم مريض يعني شكله مريض، نعم. فهو جاء عليها وبوتها، يعني جاء عليها وحضنها وبوتها، نعم. شلون يعني متندم. فطلعت انا ما سلمت عليها، طلعت لقيت اكو في عزيمه كلها جنود عسكر، يعني بدي يخلصون عزيمة يروحون على صناديق ياخذون صناديق كبار مع المواد غذائية. نعم. فأنا صندوق قالوا أكو حب واحد اسمه عباس وواحد اسمه ماجد، فقالوا يعني انطوها أحسن صندوق هنا، أنا انطوها أحسن وغراء. انتهت الرؤية. نعم. نعم شيخ انتهت الرؤية. ماشي، يعني عزيمة كبيرة كان بها يعني اخو امك اللي هو خالج، شفتي بالرؤية؟ نعم. وهي متخاصمة، نعم. هي متخاصمة وياه بالواقع؟ اي اكو خصومة بالواقع. وبالرؤية هو اجى، نعم. سلم عليها وطلب من يمها السماح، كان ندمان. اي بس كان ندمان ومريض. نعم. نعم شيخ. ماشي الحال، ان شاء الله تسمعين الاجابة. مرحبا، مرحبا بالاخت نور، مرحبا. نعم ايها الاخوة الكرام، بهذا نكون قد اكتفينا يعني بتوثيق واستقبال الرؤى في هذه الحلقة. نستأذنكم بفاصل ثم نعود إلى التفسير، فانتظرونا حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. أيها الأخوة الكرام، وردتنا مجموعة من الرؤى، نقول في بداية التفسير والتعبير: نسأل الله أن يجعل ما رأيتموه خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه. ونبدأ بالتفسير مستعينين بالله عز وجل، هو ربنا سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم، نسأله أن يفتح علينا بخير ما يفتح به على عباده الصالحين وأوليائه العارفين. كان معنا بالبداية الأخت عائشة من بغداد، تقول رأت رؤيا تخصها هي ورؤيا تخص والدها. أبوها رأى في الرؤيا أنه يخطب امرأة، وأنه كان معها يعني أعمامها يباركولة، مجتمعين على طعام، ما أعرف الوالد يعني هو يعمل في سلك عسكري، ليس هنالك مشروع زواج. على العموم المرأة في الرؤيا يا أختنا عائشة والأخوة المشاهدين والمشاهدات تفسر بالمرأة في بعض الأحيان، وتفسر في أحيان أخرى بالدنيا، بالدنيا. والله تعالى أعلم أن هذه الرؤية تدل على أن والدك يخطب ود الدنيا، وعلى اعتبار أن الدنيا والآخرة ضرتان كما يقول العلماء، فمن أراد دنياه أضر بأخراه، ومن أراد أخراه أضر بدنياه، كما يقول الشاعر: عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض الذي علم، فقالت خذ العذرى بنو الجهل أبنائي لذاك رفعتهم، وأهل التقى أبناء ضرتي الأخرى. فإذا الدنيا والآخرة ضرتان، والسعيد من سخر دنياه من أجل أخرى. ولا حرج على الإنسان أن يسعى في الدنيا فيأخذ من حلالها من طعام، من شراب، من ملبس، من مسكن، من زواج، من غير ذلك. هذا أمر مشروع ما دام في حدود الحلال، لا حرج في ذلك. على العموم يا أخت عائشة، والدك يعني هو يعمل في سلك عسكري، ممكن ضابط أو جندي يعني اعتيادي، فخطبته لهذه المرأة هو أنه يعني في منصبه أو وظيفته يطلب الدنيا، وإن شاء الله يكون هذا الطلب حلال. طلبه لهذه الدنيا قد يكون عنده مرتب شهري أو استحقاقات مالية تكون يعني سبب من الأسباب التي يجتمع حوله، يعني أعمامك وأقاربك يجتمعون، قد يصنع لهم بعض الولائم، بعض العزائم، بعض الدعوات، وهذا أمر مألوف. الإنسان إذا يسر الله عز وجل عليه ووسع عليه في رزقه، يوسع على أهل بيته ويوسع على أقاربه وأرحامه. أحد الصالحين قالت له زوجته: بئس الأقارب أقاربك. قال لها كيف؟ قالت له: إذا استغنيت، يعني كنت غنيا، جاءوا إليك يطلبون العون والمساعدة وكذا، وإذا افتقرت ذهبوا عنك كأنهم لا يعرفونك. قال لها: لا، بئس الأقارب أقاربي، لأنهم حين يعرفون عندي شيء لا يحرجونني، يأتون يطلبون مني المساعدة، لكن إذا علموا أني لا أملك شيئا فإنهم لا يضعونني في موقف محرج فيطلبون مني شيء فأعجز عن مساعدتهم. إذن هم يعرفون أن يقدروا متى
يأتون. المهم هذه الرؤية يا أختنا عائشة هي تدل إن شاء الله على أن والدك يعني من أهل يعني طلب الدنيا، وهذا الطلب مشروع، فيحصل على خير يوسع فيه عليكم ويوسع فيه على الأعمام والأقارب، وخلي أمك تطمئن. هذه الرؤية ليس فيها يعني ما يفسر بقضية زواج يا أختنا عائشة، بس الرؤية اللي تخصك والله أعلم فيها دلالات على الزواج، يسر الله أمرك والله أعلم. كان معنا الأخت عائشة تقول في الرؤية الثانية أنه زوجة خالها اسمها هناء وبنتها اسمها نبراس. في الرؤية يعني نبراس أعطت الأخت عائشة قطعة قماش هدية، وكانت قطعة جميلة وفيها أزهار وكذا، وخالتها اللي هي اسمها هناء أعطتها 25,000، ووالدي حين رأى المبلغ يعني والقطعة القماش قال هذه خليها للمهر مالتك، وهي غير متزوجة الأخت عائشة. نقول يا أخت عائشة والله تعالى أعلم، هذه الرؤية فيها بشارة يعني بالزواج، الأسماء فيها ما يدعو إلى التفاؤل وإلى حسن الظن بالنسبة لاسم نبراس وكذلك اسم هناء. نسأل الله أن يجعلك يعني من أهل الهناء والسعادة، وأن يجنبك التعاسة والشقاء في دينك ودنياك وآخرتك إن شاء الله. فرؤية المبلغ الفلوس يعني يدل على رزق، وقطعة القماش تدل على زوج أو مشروع زواج، لأن الزوج هو ستر، كما أن القماش يستر الإنسان فكذلك الزوج يستر الزوجة والزوجة تستر الزوج. وهناك إشارة أن الوالد قال ضعيها في مهرك أو في يعني تجهيزات المهر، فنسأل الله أن ييسر لك زوجا صالحا ناصحا تقيا نقيا والله أعلم. كان معنا الأخت أم عبد الله تقول أنه قبل 3 أو 4 أيام رأت في الرؤيا 3 أقمار في جهة الغرب، ثم كانت هناك نجوم قريبة من القمر، وكنت أمشي وكان حماها على مقربة منها أعطاها تفاحة اسمه محمد، ثم لقيت شجرة توت وكنت يعني أجني من ثمارها وآكل. نقول يا أختنا أم عبد الله والله تعالى أعلم، يعني هو تعدد الأقمار في الرؤيا قد تكون الرؤيا خاصة بمن رآها وقد تكون عامة للناس، إذا كانت في السماء أكثر من شمس أو أكثر من قمر يدل على التنازع الحاصل في السلطة للناس، وقد تفسر في حق صاحب الرؤيا تحديدا على أن هذه الأسرة أو هذا البيت فيه تنازع في السلطة أو تنازع في إدارة البيت، على اعتبار أن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء، فقيمومة الرجل على المرأة هي قيمومة تكليف يعني زيادة مسؤولية عند الله، وقيمومة المرأة على بيت زوجها يعني أنها هي راعية ومسؤولة عن الرعية أيضا هي مسؤولية عند الله عز وجل، لكن بعض الأحيان المرأة تريد أن تستعلي على زوجها وأن يعني وأن تأخذ من يديه السلطات أو الأمور الإدارية المكلف بها من الله، فصير عندها حالة تسمى حالة الاستعلاء التي قد تفضي بها إلى النشوز. فعلى العموم تعدد الأقمار في السماء يدل على التنازع على السلطة الموجود في البلد، وهذا أمر مألوف بالنسبة لبلدنا يعني منذ فترة طويلة النزاع قائم، نسأل الله أن يفض هذا النزاع وأن يبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عموما وللمسلمين في هذا البلد خصوصا أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. تعدد الأقمار قلنا يعني في الغالب هي ظاهرة سلبية والله أعلم. يعني مسيرك في الطريق ثم حماك أعطاك تفاحة، يعني الهبة أو الهدية تدل على تبادل المحبة والاهتمام والاحترام من ناحية، وثاني شيء هي أيضا رزق طيب يسوقه الله عز وجل لك سواء كان التفاح أو التوت يا أختنا أم عبد الله. نسأل الله أن يرزقك رزق الحلال وأن يجنبنا وإياك الحرام، وإن كان ثمت مشاكل في البيت أو خلافات فاسعوا إلى حلها بطريقة هادئة، كما يقال بعض المشاكل مثل بعض الطعام حين ينضج ويكون حار نتركه حتى يبرد، فبعض المشاكل عامل الوقت هو جزء من حلها والله تعالى أعلم. كان معنا الأخت ملاك، يعني هي سألت سؤال فقهي لم يكن هو في مجال التعبير والتفسير، لكن أقول يا أخت ملاك الإنسان الذي يعرف القراءة والكتابة يحفظ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن حتى لو سورة واحدة حتى لو آية واحدة ويقرأها مع سورة الفاتحة تجزئه، فإن كان يعني يصعب عليه جدا أن يحفظ شيء من القرآن إلا سورة الفاتحة فسورة الفاتحة تجزئه، وإذا عجز عن حفظ أي شيء من القرآن الكريم لا سورة الفاتحة ولا غيرها من السور ولا من الآيات فكان أميا لا يقرأ ولا يكتب ويتعذر عليه الحفظ كونه أمي وكون كبير سن أو ما شاكل ذلك، فالعلماء يقولون بأنه الإنسان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يجيد التعلم قطعا فهذا يجزئه في الصلاة
أن يقف بمقدار قراءة الفاتحة والسورة التي معها فيسبح، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ثم يركع فيسبح في ركوعه، ثم يسجد فيسبح في سجوده، ثم يجلس للتشهد فيسبح في جلوسه حتى يتم صلاته، وصلاته إن شاء الله مقبولة بإذن الله عز وجل وهي صحيحة. فيعني على أمك يا أختنا ملاك أن تسعى أن تحفظ سورة الفاتحة ومعها شيء من القرآن، فإذا حفظتها فهي تكفيها في الصلاة، وإذا عجزت عن حفظ أي شيء فإنها تكتفي بالتسبيح، والله تعالى أعلم. كان معنا الأخت أفراح من صلاح الدين، هي يعني تقول نحن ما زلنا نازحين ومهجرين لم نرجع إلى بيوتنا، لكن في الرؤيا رأيت أننا رجعنا إلى بيوتنا وقام والدي بذبح 8 يعني ذبائح. أقول يا أختنا أفراح من صلاح الدين إن شاء الله هذه رؤيا طيبة، الاجتماع يعني في الغالب يدل على خير ويدل على أفراح، وأنت اسمك أفراح إن شاء الله يدعو إلى التفاؤل وإلى حسن الظن. إن لم يكن هنالك ندب أو كان هنالك ما يدل على المصيبة من شق الجيب أو لطم الخد أو قص الشعر أو غيرها من أفعال الجاهلية، فالاجتماع في الغالب على الطعام يدل على فرح، فإن شاء الله قريبا يا أختنا أفراح تفرحين أنت وأهل بيتك إن شاء الله وجميع المهجرين بعودتهم إلى محافظاتهم وإلى أقضيتهم سالمين غانمين غير خزايا إن شاء الله وغير آثمين. والذبائح أيضا تدل على التقرب إلى الله عز وجل، ربنا قال ففديناه بذبح عظيم، وهذه الذبائح حين تذبح تدل على التقرب إلى الله عز وجل من باب شكر النعمة لله عز وجل. فإن شاء الله ترجعون قريبا إلى دياركم وتعملون طعام ليس من باب الوجوب ولكن من باب الاستئناس ومن باب شكر النعمة على يعني عودة الأمن بعد زواله وعلى اجتماع الشمل بعد تفرقه وعلى عودة الأفراح إلى حياتكم بعد أن تلاشت أو كادت أن تغيب عن حياتكم، والله تعالى أعلم يا أختنا أفراح. كان معنا الأخت أم نور تقول رأيت قبل أسبوع رؤيا شخص اسمه مهدي يقول لي ديري بالك يعني من بيتكم أو يعني حديقتكم أو حوشكم فإن فيها عقارب سوداء، فقلت له أنا لا أراها، يقول أنت لا ترينها لكنني أراها. أقول يا أختنا أم نور أنت يعني اتصلتي الله يحفظك إن شاء الله من قبل، يعني أظن أن عندك شيء يعني من المبالغة أو شيء من الوسوسة تجاه بعض الأمور، هذا من ناحية. من ناحية أخرى قد تكون عندك عقيدة، ليش سألتش أنا تروحين على طشاش الفال أو على بعض السادة أو غيرهم بعدين تبين أنك يعني تذهبين إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا في الشريعة شيء اسمه يعني أنا أروح مثلا على سيد وأروح على سادة وأروح على مقلم وأروح على مخطط، هذه القضية ما إلها أصل في الدنيا إخواني. الأصل أكو عندنا أن نستشفي بالقرآن الكريم من خلال الرقية الشرعية الموجودة في آيات القرآن الكريم أو في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا إذا عندي مريض أو مهموم أو مغموم أو عندي مشاكل أو خلافات فأريد أقرأ الرقية الشرعية أو أسمعها، أقرأها أنا على نفسي أو أسمعها من أي قارئ الآن متوفرة هي في الأنترنت وفي التلفزيون وفي كل مكان، أو أنه الأب يرقي أولاده، الأم ترقي أولادها، الزوج يرقي زوجته، الزوجة ترقي زوجها، هذا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا حاجة أن نذهب إلى أي أحد إلا في الحالات الضرورة القصوى مثل حالات سحر التفريق أو سحر التوهم أو سحر التخيل أو سحر الكراهية أو غيرها من الأنواع، بيش حالة الأولى أنه نذهب إلى مختص، مع أنه المختصين خصوصا في بلدنا تحديدا يعني عملة نادرة، يعني تكاد تكون محدودة أو تكاد تكون مفقودة. أنا أحكي مثلا عن الأنبار أو صلاح الدين أو بغداد أو الموصل، يعني المختصين بالرقية ربما غير موجودين أو إذا موجودين فقليل جدا. ما عدا قضية العلاج بالرقية لا أنصح أحدا أن يذهب إلى بشر يدعي علم الغيب أو يكتب له كتابا لا يعرف ما هو محتواه أو ما إلى ذلك. فعلى العموم يا أختنا أم نور الرؤية تدل على قضية المهدي، أنه شخص اسمه مهدي وقال أكو عقارب في البيت، العقارب يدلون على يعني أناس فاسقين أو على أعداء ماردين أو حاقدين لا شك في ذلك. لكن المهدي إذا أردت أن تهتدين إلى معرفة يعني من يحبكم فتبادلونه المحبة، ومن يبغضكم أو يحقد عليكم أو يحسدكم فتتكفون شره وفجوره بطريقة أو بأخرى فالجأ إلى الله، الله هو الذي يهديك، اهدنا الصراط المستقيم. الله عز وجل إذا قدر الهداية لإنسان فلا يملك الإنس والجان أن يضلوه، وإذا قدر سبحانه وتعالى بحكمته الضلال لإنسان فلا يملك الإنس والجن أن يهدوه.
فهذه الرؤيا فيها إشارة لك أنك تعاني من بعض الأعداء من شياطين الإنس أو الجن، من حاقدين أو حاسدين أو مبغضين، لكن الرؤيا فيها إشارة لك أن تلجأ إلى الله، فهو وحده الذي يهدي. الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنسأل الله أن يهديك سبل السلام، وأن يجعلك من ورثة جنة السلام، وأن يكفيك وأهل بيتك وجميع المسلمين والمشاهدين والمشاهدات شر أعين الإنس وأنفس الجان. الرؤية الثانية تقول أن حماها يعخو زوجها الذي قتل قبل فترة رأيته في الرؤيا يعني يلبس ملابس ويحمل سلاح، ويقول: نفس الذين قتلوني هم الذين أحرقوا يعني بيتكم أو أحرقوا سيارتكم. أقول يا أخت أم نور، هذه من حديث النفس أو من تحزين الشيطان، يعني الشيطان يدخل عليكم في هذا المدخل حتى يدخل يعني يدخلكم بمشاكل لها أول وليس لها آخر مع بعض الناس. أنتوا يا أختي أم نور، أكو شهادة شهود اعتمدوها، أكو إقرار واعتراف من شخص معين اعتمدوه، ما أكو لا شهادة شهود ولا إقرار شخص أنه أقر على نفسه. وكلوا الله عز وجل وفوضوا أمركم إلى الله عز وجل، فهو الذي يكفيكم إن شاء الله في كل الأحوال. كان معنا الأخت ياسين تقول: رأيت في الرؤيا دائما أن ابنتها دائما ترى أحلام مزعجة يعني ويعني مخيفة إلى آخره، كأنها صعدت على يعني كأنه شخص يعني رفعها ثم ألقاها على الأرض، فلما استيقظت كانت تشكو من ظهرها، ودائما تتكرر معها أنه البقر يتحول من بيت جيرانهم لبيتهم هم للسطح يعني، ويتبعها فتهرب منه وتتخلص منه. أقول يا أختي ياسين، يعني ابنتك هذه الكوابيس يعني من الشيطان، بغض النظر أنه قد يكون سببها العين أو الحسد، وقد يكون سببها السحر، وقد يكون سببها لا العين ولا السحر، لكن الإنسان الذي لا يحصن نفسه بالأذكار، بقراءة القرآن، بسماع الرقية الشرعية، بأداء الصلاة، بالمحافظة على الحجاب، بالتقليل من المعاصي والمنكرات والإكثار من العبادات والطاعات، هذا الإنسان يكون فريسة سهلة للشيطان. الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. متى يصبح قوي؟ حين نضعف نحن، حين يضعف إيماننا، يضعف يقيننا، تضعف عباداتنا يا أختنا يعني أم ياسين. فأوصي ابنتك أن تنام على طهارة، أن تكثر من الأذكار، من قراءة القرآن، تحسن الاعتماد على الله عز وجل، تعرض عن المعاصي والمنكرات، تكثر من الطاعات والعبادات، فهذا إن شاء الله يدفع عنها شر ما تراه في الرؤيا، ما تراه في الرؤيا، والله تعالى أعلم. كان معنا الأخت محمد تقول: رأيت قبل فترة مجموعة نساء يعني مرت عليهم، عندهم جمعية علمية، قالوا: ماذا تدرسين؟ قلت: أدرس محا أمية. بعد ذلك امرأة رفضت ذلك، ثم مررت بمجموعة أخرى قدموا لي الشاي، فلما جاءت هذه المرأة يعني سكبت هذا الشاي أو أخذته مني وقالت لي: لا تأخذين كل شيء يعطونك إياه. قل يا أخت محمد، يعني قد يكون عندك بعض الجيران أو الأقارب ممن تعرفين أو لا تعرفين يبادل يعني يكنون لك مشاعر سلبية يعني من العداوة، من الكره، من البغضاء، وهذا أمر طبيعي، لا لم يتخلص منه حتى الأنبياء ولا الصالحين ولا الأولياء أن لهم أعداء. يعني لا يعقل أن يكون في الدنيا إنسان ليس له أعداء من الإنس أو من الجن أو نفسه. أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن كيف نتحصن من أعدائنا؟ نتحصن بطاعة الله. كلما لجأنا إلى حمى الله وإلى رحاب الله وإلى حرز الله وإلى حصن الله بذكره وعبادته وطاعته، كلما تخلصنا من مشاكل الدنيا ومن تعبها ولأوائها وعنائها، وكلما ابتعدنا عن الله ضعنا في أودية الدنيا، فلا يبالي الله عز وجل في أي هذه الأودية سقطنا أو ضعنا أو هلكنا، نسأل الله العافية. فاعتمدي على الله وتوكلي على الله حتى ينجيك من شر ما تخافين يا أختنا أم محمد. أيضا تقول: رأيت أخي يريد أن يتزوج، كان خالي هو متوفى، يريد هو أن يتكلف بزواجه، وأمي يعني تعارض ذلك على اعتبار أن الزواج مكلف، فيعني تزوج أخي وكان على قاعة فوق جبل، ثم والدتي جاءتنا بحقائب يعني جنط، قالت: كل واحدة منكم تلبس ملابس طويلة وساترة حتى كفيها، تغطي حتى كفيها. أقول يا أختنا محمد، هذه رؤيا يعني طيبة والله تعالى أعلم، يعني دائما عطايا الأموات يعني طيبة، إذا يعطوننا أفضل مما يأخذون منا، فيعني إن كان أخوك عزبا لم يتزوج فهذه رؤيا إن شاء الله تدل على زواج ميسر من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، وفيها بشارة أيضا إن شاء الله بزواج أخواتك مستقبلا.
لأن الحقيبة تدل على الأسرار والأخبار السارة القادمة، خصوصا إذا كانت الألوان اللون الوردي مثلا، اللون الأحمر، اللون الأبيض، منها ما يدل على الحب، ومنها ما يدل على الخطوبة، ومنها ما يدل على الزواج، والله تعالى أعلم. إلا السوداء منها يعني بعض الأحيان يكون تفسيرها سلبي، التأكيد على الملابس وما إلى ذلك يدل على إن شاء الله زواج مستقبلي لأخواتك يا أختنا أم محمد، أما هو في حقك إن شاء الله فهي أرزاق يقدرها الله لك، وهي زيادة في الدين والمحبة والمودة بينك وبين زوجك. محمد بن صلاح الدين تقول أنها يعني رأت رؤيا، عندها صديقة اسمها دنيا تراها في الرؤيا وهي يعني نحلانة تعبانة ضعيفة تلبس أسود إلى آخره. أقول يا أختنا أم محمد، يعني رؤية الإنسان في الرؤيا بهذه الصورة تدل على أنه يعاني من بعض الهموم أو بعض الغموم أو بعض المشاكل في دنياه، أو يدل على تقصيره في أمر دينه وأخراه. فإن كانت من أهل التقوى والصلاح في أمر دينها وأخراها فيدل على أنها تعاني من بعض الهموم والغموم والمشاكل في أمر دينها، في أمر دنياها عفوا. ونسأل الله أن يكشف عنا وعنها الهموم والغموم، وأن يصلح لنا ولها ديننا ودنيانا وآخرتنا. كان عندنا الأخت نور، ما أعرف بقى عندنا شقد من وقت، من الأنبار، تقول أنها يعني رأت رؤيا أنها تمشي في طريق فرأت ثلاث رقيات أو ثلاث بطيخات، أخذت اثنين وتركت واحدة للطلاب، ثم بعد ذلك رفعت البطيخة أو الرقية المخصصة للطلاب، وجدت تحتها رقي يعني بحجم صغير كثير، ثم قالت للطلاب أوصتهم أن يمشوا على الرصيف ولا يمشوا في الشارع. دخلت إلى بيت فوجدت فيه ملابس، كان من ضمنها تنورة وقميص عليها العلم العراقي، لبستها فكان القياس مناسب لها وقالت الحمد لله. نقول يا أختنا نور من الأنبار، هذه الرؤية تخص والدتك، يعني البطيخ يدل على أرزاق يعني والله تعالى أعلم قليلة المنفعة، أو يعني منفعتها محدودة، فقد تكون الوالدة يعني تتعاطى راتب في تدريسها للطلاب، لكن راتبها يعني لا يغطي الكثير من احتياجات الأسرة ونفقات الأسرة والله تعالى أعلم. لكن أنا أبشرها أن لها اسما مع قائمة المعلمين، وأول اسم في هذه الأمة للمعلمين هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما ميسرا، فإن شاء الله أجرها كثير وإن كانت يعني الرواتب يعني محدودة. الملابس تدل على زيادة العلم وزيادة الدين والتقوى، وهي تدل على أن عندها صبغة ربما وطنية أكثر منها دينية، فلا ضير أن نحب الدين، أن نحب عفوا الوطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب وطنه، لكن على ألا يتحول حبنا للوطن أو للقومية أو للعشيرة أو للقبيلة أو للحزب إلى عقيدة تكون بدل عقيدتنا في قضية ديننا، في قضية الحب والولاء، وأن نحب ما يحب الله أو أن نكره ما يكره الله. ففيها تذكير لها أن تركز على ما مكتوب في العلم، مكتوب في العلم العراقي الله أكبر، فالله أكبر من أمي، والله أكبر من أبي، والله أكبر من زوجي، والله أكبر من وطني. لكن الملابس إن شاء الله تدل على الدين وعلى العلم، لكن فيها تذكير أن نركز على يعني حبنا للدين أكثر من حبنا للوطن، وإن كان هذا لا يتعارض مع هذا والله أعلم. تقول آخر رؤية للأخت نور من الأنبار، رأت رؤيا أنها تجلس في عزيمة كبيرة، ثم جاءت رأت أمها وأخو أمها اللي هو خالها المتخاصم معها، فجاء وسلم عليها وقبل رأسها وكان ندمان، ثم بعد ذلك خرجت من العزيمة فوجدت جنود عسكر يأخذون صناديق كبيرة فيها مواد غذائية، واحد منهم اسمه عباس والآخر ماجد، فقالوا أعطوها أفضل صندوق أو أحسن صندوق. نقول يا أختنا نور والله تعالى أعلم، العزيمة أو الوليمة تدل على مناسبة فرح تجتمعون عليها، وسلام خالك على أمك يدل على أنه يحبها وأنه يقدرها وأنه يكلها كل الاهتمام وكل الاحترام. فإذا كانت بينهم خصومة، أنا متأكد 100% أن الخصومة بسبب أمور دنيوية، فأنا أنصحها أن تصل رحمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ويقول عليه الصلاة والسلام يعني ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، فذكر منهم أخوان متصارمان أو متخاصمان، يعني الأعمال تعرض على الله فيغفر الله لكل عباده إلا لمشرك أو مشاحن، والمشاحن هو الذي يخاصم أخاه. فيا أختي يعني يا أختنا نور من الأنبار، أمك يعني بينها وبين خالك يعني صلة رحم، فمن باب صلة الرحم ومن باب بر الوالدين وطاعة لله ومعصية لعدو الله للشيطان، أنا أنصحها أن تعجل بقضية الصلح بينها وبين أخيها، فالرؤية تدل على أنه يحمل لها ويكلها كل المحبة والمودة والاحترام. هذا والله تعالى أعلم
على أمل أن نلتقي في لقاء قادم يتجدد معكم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.